أتوجه بسؤال الآن إلى ضيفنا من جنيف السيد الصيداوي. برأيكم ما هي أهمية دور الأئمة في عملية الاندماج ومكافحة التطرف؟ يعني أخشى ما أخشى أن بعض المساجد تقوم بالعكس تماما. أولا كثير من الأئمة لا يحسنون حتى لغة البلد الذي يستضيفهم، يعني يتحدثون بالعربية ولا يحسنون مثل الألمانية والفرنسية أو الإنجليزية إلى آخره، وهذا خطير جدا. ثانيا المساجد في أوروبا مختلفة، ثم مساجد تسيطر على جماعة صوفية، ليس هناك مشكل. لم نسمع أبدا بإرهابي صوفي، لم نسمع بإرهابي شيعي، لم نسمع بإرهابي باضي، لم نسمع بإرهابي مالكي سني إلى آخره. لا، لكن دائما ثم اتجاه معين في الواقع، وقد ذكرتموه في التقرير، وعندنا مشكلة مع الوهابية والجهادية المصرية التي خرجت من رحم الإخوان المسلمين مع السيد قطب، التقيا في القاعدة أو داعش. لماذا الوهابية؟ ليس حقدا أو كرها لها هكذا، وإنما لخطابي أنا شخصيا. قمت بأبحاث علمية كثيرة جدا فيما يسمى بتحليل الخطاب، وحللت خطب هؤلاء الدعاة أو الشيوخ الوهابيين. ماذا يقولون على سبيل المثال؟ اكرهوهم، احقدوا عليهم، ابغضوهم، المسيحيين، اليهود، الرافضة، الصوفية، الشيوعيين، الاشتراكيين، الليبراليين إلى آخره. أي خطاب يدعو فقط للحقد والكراهية يعاقب عليه القانون مثلا في سويسرا، لأننا نعيش في مجتمعات ديمقراطية. مجرد الخطاب تصبح عمل إرهابي في حد ذاته، لأنه يدعو للكراهية والبغضاء. نعم، ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الإمام غير ملم بالبيئة التي تحيط به؟ ونعني هنا يعني السياق الاجتماعي والقانوني والثقافي عموما. هل يمكن برأيك أن يؤدي مهمته في تعزيز إدماج المسلمين في الغرب على أكمل وجه؟ هم أغلبيتهم يكونون عكس ذلك. فنقول أيضا بصراحة أن المساجد مختلفة ومتناقضة وفي بعض الأحيان متصارعة فيما بينها. مسجد لوزان مثلا ليس مثل مسجد جنيف، ونتحدث إليك من سويسرا. تحدثتم عن تمويل، نعم السعودية عبر الرابطة الإسلامية العالمية التي تأسست في 1964 تمول كل المساجد الوهابية الموالية لها، وتفرض خطابا معينا هو خطاب السلف، يقولون السلفية العلمية أو الوهابية. ثم مساجد أخرى طبعا تمثل طوائف أخرى مثل الصوفية أو الشيعة إلى آخره، وهذه كما قلت لم تطرح أبدا مشكلة إرهاب أو عنف أو حقد أو بغضاء، لكن الخطاب الحقد موجود. وكما قلت لك هؤلاء أئمة يقبضون رواتب ورواتب عالية جدا بالعملة الصعبة طبعا، ثم يعينون، لا يختارهم حتى المصلون، وإنما تعينهم الجماعات المركزية في الرياض حسب الولاء للمذهب والطائفة وليس حسب إمكانياتهم. وأغلبهم في الواقع لا يحسنون أصلا اللغة، ولا تحدث عن الثقافة والتعليم، ولا عن الثقافة العامة، ولا إمكانية اندماج المسلمين، لأنهم هم أصلا غير مندمجين في هذه المجتمعات. طيب سيد رياض، دعني أتوجه بسؤال الآن إلى ضيفنا سيد مورو. سيد مورو، ربما هذه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تأتي في وقت تشعر فيه الجالية الإسلامية بتعرضها لحملة من تيارات يمينية غربية، ما يدفع كثيرين إلى التساؤل عن مستقبل عملية الحوار والاندماج. ما تعليقك؟ لدينا مسلمين في منظماتنا، وبالتالي أعرف أن المشاعر المعادية للإسلام هي مشكلة علينا مواجهتها، ولكن هذه المجموعات الإسلامية المتشددة مثل السلفيين يبالغون في التهديدات بالنسبة للمسلمين، يريدون إخافة المسلمين وجعلهم يعتقدون أننا ضد بلادهم وأنهم لا يستطيعون الخروج أو التماشي مع الأنظمة الديمقراطية. هذه القوى المتشددة مثل السلفيين يتصرفون كخوارج، يقولون أن من يختلف معهم هو ملحد. هذه القوى تتحدث وكما أنها الله، ولهذا السبب مهم بالنسبة لنا أن نتحالف مع حركات مثل حركة الإصلاح الإسلامية التي تقول أن كل مسلم له علاقته الخاصة مع الله، وأنه يستطيع أن يتحدث مع الله كسلطة عليا. من نيوجيرسي الخبير الأمني رايان مورو، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا من جنيف المحلل السياسي رياض الصيداوي. شكرا لكما على هذه المشاركة.